السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين محكمة الطاس تؤيد الفيفا وترفض الطعن المتعلق بكرة القدم الجزائرية، يعني وين أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولي الطاس الحكم ضد رغبة مسؤولي للنادي الاتحاد العاصمة الجزائرية، وإن أيدت بها قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والذي اتخذته بشأن كتيبة سوستارا في قضية مدربها الفرنسي السابق لافان. يعني لافان هذا والله العظيم لا يدو الدراهم معه، والله العظيم لا يدو الدراهم، والله العظيم لا يدو الدراهم، وفي بانكا في مارسي، يعني كل واحد يدير لافار تاعو. وبحسب جاء في موقعها الرسمي، ووجهت المحكمة التحكيم الرياضية الدولية الطاس ضربة موجعة لمسؤولي نادي الاتحاد العاصمة للجزائر، اتحاد العاصمة الجزائرية، فصلت بها لصالح ما أقرته الفيفا بخصوص قضية المدرب الفرنسي دينيس لافان. يعني هما يقولك بلي خلعونا، وما كانوا مجدلو دراهم وجدين دراهم، وشحال هو يدي وما شحال يدو، صايخ نورمال نورمال. هذا هذا شحال جايبينو؟ بالك جايبينو ب 30,000 أورو. يا ربي كان يدي، نقولوا بلي كان يدي 15,000 أورو، 15,000 أورو الاخرى رايحه اللي جابه. انا نعطيكم الرسمي كي يخدموها، انا نقول لكم كي يخدموها، هاونا نقول لكم كي يخدموا هذا، هاو نخبركم كي يخدموا. هادو خيان، هادو علفة تاع دراهم، هادو علفة تاع دراهم، هادو علفة تاع دراهم. هادو كاين واحد في شوشو، كاين واحد كاين زاتشي في بارادو اللي ما يدلي كي يروح يجيب مدرب يقول لك باللي جبتو ب 20,000 أورو، صح شي وما يجيبوش تاع 20,000 أورو، ما يجيبش، يجيب تاع 10,000، تاع 11,000، تاع 9,000 أورو. هذا مكان والله العظيم ما قالك هو اللي ما يديش الروح، وخاطش نادي تاعه وما الاخرين كاع الانديه كي تسيبهم جابوا واحد قاوري، عرف اللي بيقوروكم بيبوروكم. انا نقول لكم التامين مع في باري كاش واحد يعرفه ماناجر، ها شحال ها شحال، ايا اوليكيد اوليكيد، سمعي اوليكيد، هذه يقولوا لا بديش درام تاعك شي راجل. انا نقول لكم عليهم اودي كي يخدموا. والزمت الهيئه الدوليه الفيفا نادي سوستارا بدفع قيمه 198,000 يورو، ماشي بزاف نورمال، المدرب الفرنسي اي ما يقارب 4 ملايير سنتيم على خلفيه فسخ عقدي. هما يجيبوه عارفين بلي كي يفسخوا له العقد، عارفين بلي غادي يخلصوا، هما دايرينها بالعاني باش يخلصوا باش يدو الدراهم. 198,000 أورو، 198,000 أورو، 190,000 أورو، 198,000 أورو. أيا برحمة الوالدي، هادو الدراهم تاع من هادو، هادو الدراهم قولوا لنا تاع من، أنا برحمة الوالدي بين سهم، هادو الدراهم تاع من، أو قاد بتهم صونا الغاز، أو صونا الغاز تاع مي. او صونا غازا ود عمي لي ما تخلصش، يجيو يقطعوا لك هاودا روحو قطعوا له، قطعوا له اللي راه يخسر الدراهم. او انا كيبا احنا كيبا هنايا مشتاي داخله وصوالح وكلش كاي داخله، يقول لك نتوما ديروا كلمه بكلمه بزاف، تاني ولا او تاني ولا، او الناس تدي الدراهم وحنايا نخلصوا ولا، او الناس تخول الدراهم حنا رانا نخلصوا ولا. حنا الشعب رانا زايدين هذو الخوانه، هذو حنا رانا زايدينهم، حنا نقولوا تخاولوا خاولوا كاين دراهم خلصوا، نروحوا نديروا لاشين باش نخلص الضوء، نروحوا ندير لاشين باش نخلص الضوء. حنا نستاهلوا، نتوما تستاهلوا، ها راه دراهم دراهم كامل يروحوا صونا الغاز، وين راهي هذيك تابعت لهم صونا الغاز. كو جاو هما يخرجوا دراهم، قول لهم تشوا يفسخوا له العقد، وما يفسخوا العقد نهار يديروا معاه اي فشل يعني يطيح الكونترا. ما تدي ما ندو، ما تدي لي ما ندي لك، بصح مين هما عارفين بلي عارفين نهار الاول يهضروا مع صاحبهم في الجي مع كوربيس ولا ولد كوربيس، يروحوا عنده صورتو الياس، يروحوا عند ولد كوربيس
يجيب لهم مدربين ولا يجيب لهم لعابه ولا يجيب لهم راحوا عند ود كوربيس ود كورب وكوربيس بروحه يعرف هذو باللي خيان يعرفهم بالواحد خد كاع خدم معاهم ويعرفهم باللي خيان يقول له يهدر مع لونتينال ويهدر مع المسؤول يقول لهم هكيفا هكيفا يقولوا له هكيفا هكيفا هيا سيبو هما قادرين يروحوا يديروا معاه كونترا يعني نعطوك 7 ماتش ولا 10 تاع لي ماتش ما كان والو الكونترا تاعك تطيح الطلاق بالتراضي بصح هما ما يديروش هذه يديروا كيما دار زاتشي مع 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 الكاراس عطاه كاع الحقوق الجزائر ما عندهاش حق طاح كاع الحقوق ضرب 35 مليار وكي خرجت ما فهمناش قولوا لنا نتوما كي خرجت وضعفت الاتحاد الدولي لكرة القدم من أزمة نادي الاتحاد العاصمة بعدما فرضت على إدارتها دفع تلك التعويضات المالية للمدرب الفرنسي في أجل أقصاه 45 يوم يعني هما متهمين غير نتاع احنا يتبنى باللي راهم غابنينهم هما عند كاين الدراهم هما متهمين باش يعطوا لونترينير باش يخونوا معاه 198,000 أورو 198,000 أورو 198,000 أورو نورمال عادي مولودية مليا يعني في ظرف يومين 11 مليار هادي صاحبي كيبان انت وين راك رايح ومن بعد يقول لك سكت وين تسكت ربي وين تسكت وين تسكت الخبز باحرت لك فيها دي فوا الخبز يبحر لك الخبز يبحر لك الخبز الخبز تبحر لك قهوة دي فوا قهوة بيتشرب قهوة تبحر لك تقعد من البيت تقعد تشوف دخان يبحر لك دخان يبحر لك وين راه الدخان هيا زيد تروح بيتشري حليب لولدك تبحر لك ولدك تشري حليب الحليب وقطعوه ما زادوا فيه 75,000 كان يدير 62 63 قطعوه ومن بعد زادوا فيه 75,000 انت كل يومين كل يومين تشري قوطي تاع حليب لولدك ب 75,000 كل يومين كل يومين 75,000 كل يومين 75,000 تسمى الحليب اللحم الدجاج فاكهه انساها 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 فاكهه اللحم الصوالح انساهم 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 من راسك ما معيهم كاش ولادك يهودوا المارشي نافيكو هكا يجيبوا شويه شويه فاكهه لخوتهم ولا يجيبوا هذا مكان وما انت تروح بيت تشري غير نسى تبارك ما تروحش من جيتهم هذه هي وبعد يجي يقول لك اسكت وين تسكت تا وين 198,000 أورو 4 ملايير علاه اودي علاه 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 احنا حصيغي بالمدرب انتم تزيدوا ملهيه تشوف الدراهم كيروحوا وفي حال لم تسدد إدارة النادي الجزائري قيمة 198,000 أورو لمدربها السابق فإن الفيفا ستمنعه من استخدام لاعبين إلى صفوف الفريق اتحاد العاصمة في سوق الانتقالات لاعبين خلال السنوات الثلاثة المقبلة وكان مدير رياضي حسين آشيو قد فسخ العقد التقني الفرنسي أواخر شهر ديسمبر من العام الماضي يعني مزيح إياه من العارضة الفنية لكتيبة الحمراء والسوداء بعد تعادل أمام نادي مولودية وهران بالدور الجزائري لكرة القدم وبررت اتحاد فسخ عقده مع المدرب دينيس لافان لسوء النتائج والتي حققها مع الفريق في البطولة الجزائرية وهو الأمر الذي سبب موجة غضب كبيرة لدى الأنصار النادي الذين طلبوا كثيرا منهم الرحيل التقني الفرنسي هادي ها راهو يلعب دراهم روحوا انتوما دروك شوفوا دبروا على الدراهم ودبروا منا انتوما زايدين وانتوما باغيين ومعليش وان شاء الله بربي كاع هاد الغبينه ما توخرش كي تسيب وحده منتدبه تهدر مع اللي يديروا التاليف تاع الكتاب العربي وتقول لهم قلعوا كاع الايات القرانيه من كاع يعني من كاع الكتب القران كاع كلمه الله قلعوه من الكتب شا غادي يزيد غادي يجوا نقول لكم كلمه يا ودي الحجر غادي يطيحوا الحجر غادي واحد اليمن غادي يقول لك الحجر طاحوا واحد اليمن انا نقول لكم ربي غادي يسلط عليكم ظلم كبير تعيشوا ظلم ان شاء الله بربي والله لا عشتوا ظلم والله العظيم لا عشتوا ظلم كبير انا نقول لكم ربي يسلط عليكم ظلم ربي غادي يسلط عليكم ظلم غادي هاكا ظلم هاكا تنحقر نورمال غير الموت ولا نتوما غير الموت لي مات ريح ولي فاق راح فوق لوحا راح انا نقول لكم والله ما تبراوها الا قعدتو كيما هاكا خيانة تاع الدراهم كي الحمير تخونو الدراهم تحشمو ما والو خيان بروفيسيونيل
ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا الفيديو باش دايما معاكم بجديد ان شاء الله بربي، وربي يحفظكم. صحيتو خاوتي.